عدد مرات فوز الأهلي بدوري السوبر؟ 5. آخر مرة فاز فيها الأهلي بدوري السوبر؟ 2016. الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كانت سنة كام؟ 2016 تمام. نفس السنة. في 3 لعيبة من اللي كسبوا البطولة دي بيلعبوا معاك دلوقتي في الأهلي. مودي الجرحي، إبراهيم الجمال، سيف سمير. مودي ما كانش في القايمة، بس إبراهيم أبو النصر. مودي كان مصاب وقتها. أيوه. قول اسم 5 لعيبة كانوا في الفريق ده بس بره ال3 دول، يعني هم كلهم مشوا طبعا. شافعي، السلعاوي، شمسية. كريم شمسية ولا لا؟ لا. من زمان قوي. عمارة برضو. أحمد جمال. طيب أنا كل دول جم بعديها صح؟ اه مش موجودين. بطولة أفريقيا ومشوا. السلعاوي والشافعي دول تقريبا أنا فاكرهم. 3 التانيين في كتير أوي أنت عارفهم. عدلي. مظبوط. 3 فاضل. 2 كريم ضيف. كريم ضيف ما لعبش افريقيا؟ القايمة كلها ما فيهاش كريم ضيف؟ في 2 من اسكندرية. طيب 2 من اسكندرية. طب النادي ايه؟ لعبوا اتحاد وسموحة. ما ده كل اللعيبة. اقولهم لك بقى، مهند الصباغ، كريم دهشان. كريم دهشان. وفي شريف الدياسطي، وفي مؤمن ابو العينين. انهار اسود. في حد بقى مش هقوله لك عشان ده السؤال الجاي. الاهلي فاز بدوري الابطال مره وكسب كؤوس مرتين، 3 القاب قاريه. في لعيب واحد كان في الـ3. طارق غنام. ده ما قلتوش في اللي فات ده ازاي يعني؟ ده الاسطوره، ده اخذ احسن ريباوندر واحسن بيفوت في البطوله. مين بقى احسن لعيب في البطوله كان محترف من الاهلي؟ لا مستحيل، مش عارف المحترفين البطوله دي. ماشي. هو كان واين ارنر. اخر مره الاهلي فاز بالكاس ممكن 2018. ندخل على القدم. الأهلي كسب كام دوري أبطال أفريقيا؟ 10. الأهلي كسب كام دوري مصري؟ كتير قوي، حاجة 40. ممكن أقول يا 42 يا 44. الأولى 42. تعرف تقول 3 من أسماء المحترفين في الأهلي؟ سهل، علي معلول، بدر بنون، بيرسي تاو. أشهر يوم بالنسبة لمشجع الأهلاوي كان نهائي القرن، كان يوم إيه؟ 27 نوفمبر. لو تختار تشكيل الأهلي في القدم دلوقتي ولا؟ لا دلوقتي. دلوقتي محمد شناوي طبعا، أيمن أشرف، بدر بنون، أكرم توفيق، علي معلول، حمدي فتحي، السولية، مش عايز ألعب ديانج كمان، أعمل إيه تاني؟ لعبه عادي ديانج، حد فيهم يطلع يهاجم بقى شوية، وقفشه، محمد شريف، وحسين الشحات. انت مذاكر؟ كويس. وعندي عايز اعمل تغييرات كمان في الشوط التاني بقى. براحتك.